نجاح بعالم السيارات منه مهمة سهلة، وخصوصاً بهالأيام. جينيسيس العلامة الفتية الشابة نجحت بالفترة الأخيرة إنه تخترق قطاعات كانت محصورة بعلامات معينة من خلال إطلاق طرازات مثل الجي 8 الجديدة كلياً والجي 70. واليوم جينيسيس قررت تخترق قطاع جديد وتقدم الجي في 80، أول SUV من جينيسيس. بعتقد إنه جي في 80 أول SUV من جينيسيس عندها كل مقومات النجاح، مع تصميمها الجذاب، مكسورتها الداخلية يلي عندها كل وسائل الراحة والرفاهية، محركات بتأمن متطلبات المستهلك، وتشكيل كبيرة من أنظمة السلامة والأمان يلي بتحول القيادة لمتعة حقيقية مدعومة براحة البال من خلال ضمان 5 سنوات، عقد صيانة مجاني 100,000 كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق.